راح نبدا اليوم بوحده التنظيم اللي هي وحده التنظيم. اي وحده عندنا بالكتاب؟ الوحده الخامسه، الفصل الخامس. تمام، راح نبلش فيها. يمكن ما راح نقدر نخلصها اليوم، لكن نحاول نقطع فيها قدر الامكان. بعدين ما تنسوا قبل ما نطلع احكي لكم عن المطلوب منكم بالكوز تبع اليوم. اولا هذا اللي مين اللي هاي النقاط الرئيسيه اللي موجوده بهذه الوحده: مفهوم التنظيم، اهداف التنظيم، انواع التنظيم، بعض المبادئ التي تستخدم للتنظيم، خصائص التنظيم الفعال، ايش بنعني بالهياكل التنظيميه، بعض الرسومات على بعض الخرائط التنظيميه، وشو بنعني بالدليل التنظيمي، اضافه للمعلومات الاخرى اللي موجوده بالكتاب، كتابنا الدراسي. هلا اولا نطلع على تعريف للتنظيم. التنظيم بيسكلي هو واحد من العمليات الاداريه الاساسيه. كتعريف ممكن نطلع عليه باكثر من جهه، وركزوا على عمليه التعريفات. دائما لما نطلب تعريف بكوز او بامتحان بيكون دائما بدون ما يذكر لك، بيكون المقصود دائما انه على الاقل تستعرض اثنين او ثلاث من التعريفات للمفهوم اللي مطلوب منك تعرفه، تعرفه بطريقتين او ثلاث مختلفات. فاحدى التعريفات التنظيم هو عباره عن وضع نظام للعلاقات بحيث يكون منسقا اداريا ويحدد الوظائف الاساسيه التي تكون الوحدات الاداريه المختلفه داخل المنظمه. تعريف آخر للتنظيم هو عبارة عن توزيع مسؤوليات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية في تحقيق الأهداف المحددة. ممكن نطلع على التنظيم من وجهة نظر أخرى، أنه عملية تنسيق للجهود البشرية في أي منظمة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف بأقل تكاليف ومجهود ووقت وبأقصى كفاية وإنتاجية ممكنة. ممكن نطلع على التعريف، على تعريف أخير لعملية التنظيم، بأنه عبارة عن عملية ترتيب للأعمال أو الأنشطة في وحدات إدارية بحيث يسهل الإشراف عليها مع تحديد العلاقات الرسمية بين أولئك الذين يعينون أو يخصصون للقيام بتلك الأعمال. كملخص، إيش اللي بنعنيه لما نسمع كلمة تنظيم؟ إيش المقصود بكلمة تنظيم؟ شو الأشياء اللي لازم تتبادر لديهن مباشرة لما نسمع كلمة تنظيم؟ ايش نعني لما نعني ترتيب؟ ترتيب. ايش كمان؟ تنسيق، توزيع، ممكن انه توزيع ادوار العمل يعني بشكل مناسب، توزيع ادوار العمل والمسؤوليات بحيث انه كل شخص موجود داخل المؤسسه كفرد او كوحده اداريه يكون هذا الشخص او الوحده الاداريه نحن نعلم ماذا يعملون، شو هي المدخلات اللي راح تكون موجودة لديهم، وما هي المخرجات التي ستنتج عن هذه الوحدة الإدارية أو عن شخص إذا كنا بدنا نحكي عن هذا الشخص، بحيث إنه بالنهاية الهدف من عملية التنظيم، الهدف الأساسي منها عبارة عن عملية تنسيق للجهود الموجودة، بحيث إنه إذا أنا موجود داخل منظمة، إحنا موجودين داخل منظمة كأفراد أو كوحدات إدارية، بحيث انه لا يوجد وحدتين اداريتين او يوجد شخصين يقوموا بنفس العمل، يعني بمعنى انه ما عندي تكرار بالاعمال التي نقوم بها داخل الشركه. بعمليه التنظيم عمليه مهمه انه بتبين لي الهيكل التنظيمي للمؤسسه، وايش بنعني بالهيكل التنظيمي؟ مباشره لازم نربط لما نسمع كلمه هيكل تنظيمي نربط المستويات الاداريه. تمام، مسؤوليات، مستويات إدارية والمسؤوليات، الواجبات والمسؤوليات. شو هي المسؤوليات لكل وحدة إدارية أو لكل شخص موجود داخل الوحدات الإدارية؟ شو هي المسؤوليات اللي عليه وشو الواجبات اللي لازم يقوم فيها للمؤسسة؟ طيب إيش الهدف من كل هذا العمل؟ إيش الهدف الرئيسي من كل الوظائف اللي إحنا عمالنا بنشرح عنها؟ المرة الماضية شرحنا عن وظيفة، واللي قبلها شرحنا عن وظيفة، واليوم عمالنا بنشرح عن وظيفة التنظيم أو راح نشرح وظيفة التنظيم. شو الهدف من هالوظائف؟ شو الهدف الرئيسي من هالوظائف؟ إيش الهدف الرئيسي من الوظائف؟ ده لو أعطي علامة اللي راح يحكي لي إياها هلا. الاستخدام إنجاز العمل. الإدارة دكتور.
الإيش؟ إدارة. إدارة. تحقيق الأهداف. مين اللي حكت آخر شيء؟ أيوه، هي العجيني. أي إيش حكيتي؟ تحقيق الأهداف. تحقيق الأهداف، أي أهداف؟ خليت المنظم الإدارة. خلي آية تحكي، ما آية اللي راح تأخذ العلامة هذا؟ دكتور. أي إيش اسمك؟ آية العجيني. بنحقق أهداف المنظمة. أهداف المنظمة، الأهداف المرسومة للمنظمة. تمام؟ بكفاءة وفاعلية. لما حكيت تحققت الهدف معناته أنا عمالي بحكي عن تحقيق الهدف بكفاءة وبفاعلية. تمام؟ هذا ما ننساه دائما، إنه إحنا أي وظيفة إدارية، أي عمل إداري بنقوم فيه داخل المؤسسة، في عنا هدف. لاحظ أنا بسألك عن هدف والجواب تبعه هدف. في عنا هدف من هذا الشيء، شو الهدف اللي عندي؟ في عندي أهداف للمؤسسة أنا لازم أحققها، لذلك بلجأ لعملية التنظيم أو لوظيفة التنظيم. تمام؟ هلا بعض العناصر الأساسية اللي بنشوفها من خلال شفناها من خلال التعريفات، طبعا التعريفات المختلفة أعطتني عناصر أساسية بغض النظر كيف تعرف التنظيم، لكن في مجموعة من العناصر الأساسية اللي بيشترك فيها كافة التعريفات. أول عنصر من هالعناصر بيحكينا تحديد الأهداف والنشاطات المطلوب تحقيقها بالجهد الجماعي المشترك، بحيث أن لكل منظمة أهداف تسعى إلى تحقيقها. فبغض النظر كيف ما عرفنا إحنا تعريف التنظيم، كنا بشكل ما عمالنا بنحكي عن تحديد أهداف ونشاطات للأفراد وللوحدات الإدارية، وهي الأهداف والنشاطات مطلوب من الأفراد ومطلوب من الوحدات الإدارية أن يقوموا بتحقيقها. رقم اثنين عبارة عن تصنيف وتقسيم للأعمال. كيف بنقسم وبنصنف؟ إحنا أصلاً أساس التنظيم إنه إحنا إيش بنعمل؟ بنعمل فصل للموظفين الموجودين في دوائر أو في وحدات إدارية محددة. عملية الفصل تتم من أجل إعطائهم الوظائف المناسبة للأدوار اللي بيقوموا فيها، أو بناء على التخصصات اللي هم حاملينها داخل هالمؤسسة. كمان لما أنا أعمل عملية التنظيم وتقسيم الوحدات، فأنا عمالي بكون بعمل إيش؟ بيساعدني هذا الشيء من ناحية تحديد الموارد البشرية اللازمة التي تلزمني من أجل العمل في الوحدات الإدارية المختلفة. فيعني عندي بس أوزع طبيعة الأعمال المطلوبة من هالدائرة، ببلش أدخل داخل الدائرة وأشوف مين هم الأشخاص، شو مواصفات الأشخاص، شو المؤهلات اللي لازم تكون عندي عند هذول الأشخاص حتى يقدروا يقوموا لي بهذه الأعمال ويحققوا لي أهداف المؤسسة. بالتالي النقطة الرابعة بيسهل علي اختيار الأشخاص. لما أعلن عن وظائف معينة، بتشوفوا أنتم بإعلانات الوظائف شو بنكون موجود دائما، بيكون موجود الوصف الوظيفي. أولاً الوصف الوظيفي اللي طبيعة الأعمال المطلوب من هذا الموظف يقوم فيها، بعد ذلك شو بنشوف مطلوب منه بعض المؤهلات اللي احنا بنسميها المؤهلات، مؤهلات او مهارات، مهارات زائد مؤهلات لازم تتوفر بهذا الشخص حتى يقدر يقدم لنا على الوظيفه. هلا بعد ذلك العناصر الاساسيه من اللي تدخل بتعريف مفهوم التنظيم، انه يحدد السلطات والمسؤوليات، يحدد لي مين هم الاشخاص المسؤولين عني وانا مسؤول عن مين، وبالتالي هذا بعطيني زي مخطط للاتصال بينك وبين الناس اللي موجودين معك، الموظفين الموجودين معك داخل الوحدة الإدارية، أو بيعطيني مخطط للاتصال بين أقسام أو الدوائر المختلفة داخل المنظمة. بعد ذلك لاحظ إذا توافرت عندي كل هاي الأمور السابقة، بيكون سهل علي إني أرسم خريطة تنظيمية. بلش من أعلى مستوى إداري، المدير العام أو المدير التنفيذي للشركة، لحد ما أصل لآخر موظف داخل الشركة، بحيث كل واحد فيهم يكون مبين جنبه وصف وظيفي، شو العمل اللي بيقوم فيه، ومبين عندي هو مع مين بيتصل أو هو مسؤول عن مين ومين هو الشخص المسؤول عنه. النهاية إيش بيساعدني عملية التنظيم؟ وضع تحديد سياسات وإجراءات للعمل. شو يعني بنعني بوضع السياسات والإجراءات؟ عبارة عن التوجهات العامة، عبارة عن التوجهات العامة اللي بيكون منصوص عليها بأهداف المؤسسة الرئيسية، كيف إحنا راح ننجز الأعمال التي ستطلب
منا داخل المؤسسة وكيف ستصدر هذه الأوامر. وبعض الأحيان بيكون عندنا حتى محددة بتوقيت زمني معين متى ستصدر هذه الأوامر. أي سؤال لحد الآن؟ سلامتك دكتور. أول سلايدين شو عملنا؟ بس نحكي بتعريفات التنظيم، إيش يعني بيعني تعريف التنظيم وشو هي العناصر الأساسية للتنظيم. هلا إيش بنهدف من عملية التنظيم أو أهداف التنظيم؟ وضع إطار لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية، يعني بمعنى إنه إحنا من خلال قيامنا بعملية التنظيم فإحنا عملنا بنعمل إطار لكيفية أو كيف سيتم تنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها المختلفة. من أهداف التنظيم كمان إنه نجمع المصادر اللازمة، وأهمها طبعاً المصادر البشرية بالتنظيم، إنه نقدر نجمع المصادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. كمان من أهداف التنظيم وضع قواعد وإجراءات لازمة لتحويل المصادر المتوفرة من مدخلات إلى مخرجات حتى نقدر نحقق النتائج المطلوبة منا أو نقدر نحقق أهداف المؤسسة. كمان هدف رابع للتنظيم إيجاد توازن بين الأهداف والمصادر، يعني عبارة عن أنت شخص بعملية التنظيم تكون شخص تدرس ما لديك من مصادر على ضوء الخطط والأهداف اللي مطلوبة منك كشخص أو كوحدة إدارية، وبعد ذلك ممكن أنت تطلع بعملية توازن إنه هل تحتاج ناس إضافيين أو هل لازم المؤسسة تبعتك تخفض من الهدف المعطى إلها أو تزيد الهدف، لأنه عندنا زيادة بالمصادر أو زيادة بالمصادر سواء كانت مادية أو مصادر بشرية. بعض النصائح اللي بيقدموا لنا إياها الباحثين حتى نضمن نجاح المؤسسة من خلال وجود تنظيم إداري ناجح، بحكينا إنه هذا التنظيم الإداري بعض النصائح إنه لازم هذا التنظيم يكون يتسم بالتغطية الشاملة، بمعنى إنه تغطية شاملة بمعنى إنه يكون شامل لكل دوائر المؤسسة لكل الأفراد الموجودين داخل المؤسسة. رقم 2 يكون واضح طبيعة العمل اللي أنت بتكون فيه، طريق الاتصالات اللي يتم التواصل فيه مع المسؤولين المختلفين المسؤولين المباشرين عنك أو غيرهم من الدوائر الأخرى، ويكون في عندي موازنة بين الصلاحيات المعطاة للشخص والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وبمعنى أنه ما نعطي حدا أو ما نكلف حدا بأعمال أكثر من اللي هو فعلياً بيقوم فيها. لازم يكون في عندنا عملية توازن، بمعنى أنه الهيكل التنظيمي لازم دائماً لازم يكون عليه دراسة، إنه نشوف دائماً بعد فترة مرور فترة زمنية معينة نشوف حجم الأعباء الملقاة على الموظفين، ونشوف إنه هاي الأعباء ممكن نكون أعطيناهم وظائف زائدة عن طاقتهم البشرية، ممكن يكون هذا سبب، وممكن يكون ناس آخرين أعطيناهم وظائف معينة وقاموا بهاي الوظائف ولم نكلفهم بوظائف جديدة. هلا بالحالتين إذا حدا أنت أعطيته وظيفة، إذا عندك موظف أعطيته وظائف معينة وقام بهاي الأعمال، معناته إنه هذا الشخص جالس لا يعمل شيء داخل المؤسسة، هذا بالنسبة للمؤسسة عبارة عن خسارة، شخص بيكون راح يقضي وقته بدون ما ينتج لنا شيء مفيد داخل المؤسسة. الحالة الثانية إنه نكون أعطينا شخص أعباء أكثر من الأعباء اللي أو أكثر من ما يستطيع تحمله، هذا الشخص إيش راح يصير معه؟ ما راح ينجز لنا الأهداف المطلوبة منه، أو راح تكون الكفاءة والفاعلية تبعته منخفضة. بالحالتين إيش راح ينتج عندي؟ خسارة للمؤسسة. متى ما بنخسر إذا كان في عنا دائما راعينا عنصر التوازن أو عنصر نوازننا بين الأعباء الملقاة على عاتق الشخص وما يستطيع القيام به فعليا. للتنظيم داخل المؤسسة أو عملية التنظيم داخل المؤسسة ممكن نقسمها لنوعين أساسيات. تنظيم ممكن نحكي عن تنظيم رسمي، ممكن نحكي عن تنظيم غير رسمي. طبعاً التنظيم الرسمي وغير الرسمي موجودين داخل كل المؤسسات اللي إحنا بنعمل فيها. شو يعني نحكي لما نحكي عن تنظيم رسمي وتنظيم غير رسمي؟ ببساطة التنظيم الرسمي هو التنظيم الصادر عن المؤسسة،
عبارة عن الهيكل العام أو البناء الرسمي اللي موجود للمؤسسة، وهذا بيكون صادر فيه كتب رسمية صادرة من المؤسسة. يعني في أي مؤسسة بندخل عليها بنشوف إنه في عنا تقريباً، لاحظ هذا زي خريطة تنظيمية لوحدة من المؤسسات. في عندي بهاي المؤسسة مدير عام، في له 2 نواب، النائب الأول والنائب الثاني. كل نائب من نواب المدير مسؤول عن إدارات معينة. فلاحظ إنه في عندي الإدارة جيم والإدارة دا مسؤول عنهم نائب المدير الأول، الإدارة ها والإدارة واو مسؤول عنهم المدير نائب المدير با. لاحظ إنه ما في تواصل بين نائب المدير الأول ونائب المدير الثاني إلا من خلال من 2 المسؤول عنهم المدير العام. يعني كل حدا فيهم مسؤول عن دوائره وعن الموظفين الموجودين بداخلهم، وبالنهاية هذا النائب لاحظ بالموظفين الموجودين بالإدارة بإدارة جيم مسؤول عنهم حدا بيكون رئيس القسم اللي موجود بهالإدارة. رئيس القسم مسؤول عنه نائب المدير، نائب المدير مين المسؤول عنه بيكون المدير. هذا اللي بنسميه إيش؟ بنسميه هيكل رسمي بيكون صادر عن المؤسسة، بوزع المسؤوليات والواجبات على كل مستوى إداري أو على كل عضو من أعضاء المنظمة الموجودة. هلأ التنظيم بسرعة نطلع عليه، التنظيم غير الرسمي هو عبارة عن شو؟ التنظيم غير الرسمي هو عبارة عن تنظيم بنشؤوا الموظفين الموجودين داخل الشركة بأنفسهم. ما بيكون في قرارات، ما بيكون في قرارات إدارية. كيف ممكن يكون عندي تنظيم غير رسمي؟ أنت موظفين ممكن يكونوا أولاً التنظيم الرسمي، يعني واحدة من الفروقات الأساسية، التنظيم الرسمي بيكون تنظيم وأنت منظم في دائرتك بحسب التخصص اللي أنت موجود فيه أنت والموظفين الآخرين. يعني بتكون موجود مع ناس أنت وياهم لكم نفس التخصص أو تنتجوا نفس المنتج، مسؤولين عن عمل معين داخل المؤسسة، هذا بالرسمي وبكون منصوص عليهم في قرارات إدارية وأنت عارف لأي دائرة إدارية تابع. التنظيم غير الرسمي هو عبارة عن تنظيم بأسسوا الموظفين أنفسهم. أساس التنظيم الغير رسمي بيكون عبارة عن علاقات شخصية بين الموظفين، فممكن يكون لك علاقة أنت في تنظيم داخل المؤسسة وإلك علاقة غير رسمية مع موظفين في مختلف الدوائر. شو الشيء الوحيد اللي ممكن يكون بربطكم؟ كلكم تخرجتوا من جامعة واحدة، لكن كل واحد فيكم بيشتغل بدائرة مختلفة، فإلكم تنظيم معين. ممكن يكون التنظيم تبعكم ناشئ من شو؟ ناشئ من أنه أنت ومجموعة من الموظفين وقت الراحة أو وقت الغداء تبعكم بيكون واحد، فمع الزمن تلتقوا بنفس المكان، مع الزمن تنشأ بينكم علاقة، هاي العلاقة بتمتد وتصير تنظيم غير رسمي. طبعاً مهم هذا التنظيم الرسمي الغير رسمي. التنظيم الرسمي مهم ولا غير مهم؟ في حدا ممكن يحكي عن التنظيم الرسمي إنه غير مهم؟ متفقين عليه؟ التنظيم الرسمي كثير مهم عشان يعني تكون الإدارة ناجحة وناجحة ونحقق الأهداف، وكل حدا يكون عارف المسؤوليات، مسؤولياته وواجباته، مع مين يتصل ومين المسؤول عنه. طيب التنظيم الغير رسمي يعني مهم يكون هذا الشيء موجود داخل المؤسسة؟ دكتور تفضل. ممكن أكيد مهم، يعني إنه ما بيكون أصلاً في تنظيم رسمي إذا ما بيكون في تنظيم رسمي إذا ما بيكون أصلاً هناك تنظيم غير رسمي، يعني نشأ بين فردين أو ثلاث بالمؤسسة. هذا بنحكي المهم، يعني مع إحنا عم نتفق أول شيء مهم، بس إذا مهم ليش مهم؟ ليش مهم أنا وأنا موجود بدائرة المحاسبة يكون لي علاقة بالناس اللي بالتصميم؟ إذا كان لي علاقة بالناس الموظفين الموجودين بالتصميم أو الناس الموجودين بالمبيعات أو الناس الموجودين بالتسويق؟ لأنه هي طريقة التواصل بتكون قوية بين هدول الأفراد، يعني بتنمي القدرات يوصلوها يعني لبين بعض ليوصلوا للنائب المدير للمدير العام، عشان دايما يكون في استمرارية. مثلا نفهم شو هذا أنا كموظفة، مثلا إذا بدي أفهم الموظف الثاني شو عنده ممكن إنه نتعاون ونساعد بعض على إنه لنوصل، يعني لنوصل لنائب المدير للمدير لنفهم بعض، يعني طريقة التواصل شوف شو عند بعض. إنه إحنا إيش عملنا؟ شو نصل للأهداف؟ ممكن نوصل لأهداف المؤسسة بطرق غير رسمية. يعني لما أنا كنت موجود بدائرة معينة
إذا كان في اتصال غير رسمي بيني وبين الموظفين الموجودين، علاقة صداقة، علاقة إنه درسنا، ممكن إحنا نحقق أهداف المؤسسة بطرق غير رسمية. شوف لما أنت تروح على حدا من دائرة ثانية عشان يساعدك، شو الهدف؟ أنت ليش رايح عليه عشان يساعدك؟ بالنهاية في عنا هدف، في إني أنا بدي أنجز عملي وهو بدي ينجز عمله، رأي؟ مزبوط، من ضمن العمل هذا، من ضمن المؤسسة. هذا من ضمن، هذا شيء مهم جدا يكون موجود. بالعكس، العلاقه الجيده بين الموظفين داخل الشركه، العلاقات الغير رسميه، بشرط انه ما تزيد عن حدودها، انه تبلش تضيع وقت العمل. لكن هاي من الاشياء المطلوبه دائما، من الاشياء المطلوبه دائما انه تتوافر داخل المؤسسه، لانه بالنهايه بتساعد المؤسسه بشكل عام على انجاز الاعمال بشكل اسرع. يعني ممكن احكي دكتور، يعني اكثر من 50% بتساعد، وبعض المؤسسات اكثر من 70 و80%. انت تطلب شيء من ديبارتمنت ثاني، اذا بدك تطلبه بالطرق الرسميه، انت تروح على المسؤول عنك، والمسؤول عنك يروح على المسؤول عن الديبارتمنت الثاني، والمسؤول يطلب من الموظف. راح يكون في عندي حلقه طويله عشان احصل على اجابه سؤال، رايت؟ اذا سؤال واحد اجابته. لكن اذا كانت عندي علاقات جيده مع الموظفين الموجودين بهي الديبارتمنت، انا مباشره بمسك تليفوني بتصل عليه، اذا علاقتي جيده بجاوبني مباشره، فبكون ايش؟ وفرت حلقة اتصال، أو اللي بنسميه الروتين الطويل. وهذا بالنهاية إيش بيساهم؟ بيساهم إنه إحنا نحل مشاكلنا داخل المؤسسة بسرعة صح، كفاءة، فاعلية عالية، وفر لنا وقت كبير. وبالنهاية هذا بنعكس على شو؟ بنعكس على أهداف المؤسسة نفسها، إنه أهداف المؤسسة تتحقق بشكل أسرع. فعملية التنظيم الغير رسمي، هذا كمان التنظيم الغير رسمي بإيش بيمتاز؟ إنك بيمتاز بشو؟ إنه أنت بتختار أصدقائك، مش أنت اللي بتختار أصدقاء، أنت بتختار داخل المؤسسة مين تتعامل مع مين. يعني أنت غير مجبر إنك تتعامل مع شخص بالتنظيم غير الرسمي. إذا حدا خارج الدائرة اللي أنت بتشتغل فيها أو خارج الوحدة، إذا أنت قررت إنه تتعامل معه، قررت تتعامل مع حدا معين أو قررت تتعامل مع حدا معين، هذا اختيارك بيكون تماماً زي موضوع اختيار الأصدقاء. انت بتختار، مش مفروض عليك انك تتعامل معه. ففي كثير من الاحيان داخل المؤسسات ايش بعطينا هذا سهوله ويسر بالتعامل داخل المؤسسه. تمام، فهمنا الفرق بينهم تنظيم رسمي وغير رسمي، موجودين بكل المؤسسات. بعض المؤسسات بتشوفهم، هذا بيحكوا عن ايش؟ بيحكوا عن ثقافه داخل المؤسسه. بعض المؤسسات بتشوفهم بيكونوا ناجحين جدا، عندهم تنظيم رسمي ناجح جدا، وعندهم علاقات تربط علاقات جيدة بين الموظفين في كل الدوائر اللي موجودة عندهم. الموظفين عندهم علاقة صداقة داخل، عندهم دكتور علاقة. ممكن أحكي إشي؟ تفضلي. هلأ إذا كانت الإدارة العليا أصلاً عندها طرق إنها توصل، يعني إنه يكون في تنظيم غير رسمي بطريقة غير مباشرة، مثلاً كبرامج توعوية أو إشي هيك مش بتخص الشركة، يعني بتكون مثلاً ممكن نحكي عن الصحة أو إشي، فهو بيوصل للموظفين اللي بالشركة إنهم يتواصلوا مع بعض بطريقة غير رسمية بهاي الأشياء. طيب بعض الطرق اللي ممكن تساهم فيها زي إيش مثلاً؟ يعني مثلاً زي ما صار بالكورونا، وقت اللي طلعوا أشياء اللي غسل اليدين وما بعرف شو، وصارت بالشركات المهمة اللي ظلت شغالة. لا بعيد عن الكورونا، كيف الشركات يعني أصلاً؟ يعني لو بدي أسألكم أنا، هل أنت موجود بشركة، كيف بتحس إنه الشركات أو بعض الشركات بيحاولوا دائماً ينموا هذا العلاقات الغير رسمية؟ لاحظوا لما الشركات تعلن عن رحلات معينة. نعم. رحلة، الهدف من الرحلة بيكون رحلة مثلاً معينة للشركة، بيكون الهدف تبعهم إنه إيش دائماً؟ الموظفين من كل الدوائر الشركة تشارك بهاي الرحلة الموجودة. شو الهدف من الرحلة بيكون؟ نطلع من أجواء العمل، حتى نكون علاقات مع الناس الآخر، نعرف الوجه الآخر من الناس اللي موجودين. مزيد. كمان إذا بتلاحظوا بالشركات، أغلب الشركات بيكونوا ساعات الغداء، ساعة الغداء أو ساعة الراحة للموظفين، مش كل الناس اللي موجودين في دائرة معينة بيطلعوا بنفس الوقت، بيطلع 2 أو 3 منهم، 2 أو 3 من دائرة ثانية، وبيلتقوا بالمكان اللي بتغدوا فيه. مزبوط؟ هذا بيكون من الأشياء اللي بيعملوها للشركة حتى يساهموا في تكوين العلاقات غير الرسمية. أنت كل يوم تروحي آية، كل يوم تروح على اللانش روم وتشوف ناس، نفس الأشخاص تشوفهم يوم يومين ثلاث، إذا ما حكيتش معهم أول يوم، ثاني يوم رح يصير مرحبا، ثالث يوم رح نعرف وين بيشتغلوا، ممكن نكون علاقة صداقة مع هذول الناس مع أنهم ما بيشتغلوا بالدبارة. إذا احتجتهم، إذا احتجت
الديبارتمنت اللي هم موجودين فيها بكون انا كونت اصدقاء من خلالهم. كمان الاعمال التطوعيه اللي بيحاولوا الشركات المنيحه دائما بكونوا دائما يحطوا الموظفين على شو؟ يحطوا موظفينهم على انهم يقوموا باعمال تطوعيه. ولما نحكي انهم يقوموا باعمال تطوعيه ايش معناته؟ انه الموظفين بالكامل بيشتركوا بهالاعمال التطوعيه، بيروحوا موظفين من مختلف الدوائر الموجوده داخل الشركه. تمام؟ تمام. لاحظوا انه مهم وجود الطرفين، وجود التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي. هلا بعض الشروط اللي بحكينا لازم نراعيها واحنا حتى نحقق تنظيم رسمي فعال وله كفاءه عاليه، انه يكون هذا التنظيم، اذا بنحكي عن الرسمي، لاحظ الرسمي اشياء احنا بننص عليها، اشياء احنا مسؤولين عنها كمدراء داخل الشركات، فلازم يكون في عنا، نراعي انه يكون في عنا سهوله الاتصال، اتصال الافراد ببعضهم، كل ما كان اتصال الافراد ببعضهم سهل، كل ما هذا ساهم بانجاز اعمال المؤسسه بفاعليه وبكفاءه عاليه. نحرص دائما على وجود علاقات جيده داخل المؤسسه بين المدير وبين الموظفين. نحرص دائما انه ما يكون في عندنا خلافات بين الاشخاص المسؤولين والمرؤوسين، الرئيس والمرؤوس ما يكون في عندهم خلافات. اذا كان عندنا خلافات شو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا مشاكل دائما، اي قرار او اي امر راح يصدر المدير لازم تشوف انه في ناس دائما راح يكون في ناس معترضين على هذا القرار. لازم نوفر امكانيات اللازمه والتسهيلات التي يتطلبها العمل، بغض النظر ايش هي، سواء كانت وجود قاعات للاجتماعات او حتى وجود الاتصالات، انظمه اتصالات تسهل اتصال الموظفين ببعضهم البعض. هذا راح يساعدنا بايش؟ يساعدنا نحقق اهدافنا باقل تكلفه وجهد وجهد ممكن، واستغلال كافه الامكانيات المتاحه لدينا. كمان عشان يكون عندي تنظيم رسمي ناجح لازم يكون تصنيف وجمع الاعمال معمول على اساس ايش؟ مجمعين الاعمال زي ما راح نشوف باخر الوحده بمبادئ التنظيم، انه مجمعين احنا الاعمال على اساس التخصص. على اساس التخصص، يعني الوحدات الاداريه او الناس اللي انا بجمعهم مع بعض داخل وحده معينه لازم يكونوا مجموعين على اساس التخصص، على اساس انهم بيقوموا بنفس العمل، او العمل اللي بيقوم فيه الشخص الف له علاقه بالعمل اللي بيقوم فيه الشخص باء. اخر شيء شو بنحكي عن شو دائما؟ مبدا التكافؤ بين السلطه والمسؤوليه. يكون في عندي مبدا انه مبادئ واضحه منصوص عليها بالنظام الداخلي للشركه اللي هي اللي بنطلع عليها، اللي هي انظمه المكافآت والعقوبات، وهي الاشياء تكون واضحه. هلا مع التركيز على شو؟ انه انا ما بقدر اعاقب شخص قبل ما انا اوضح له ايش هي الاشياء اللي انا ممكن اعاقبه عليها. لذلك عنصر الوضوح بالوصف الوظيفي وبطبيعه المهام اللي لازم تقوم فيها لازم يكون واضح لك من البدايه، حتى اذا اخطات اقدر، يعني انا كشخص رئيس او مسؤول عنك بالمنظمه اقدر اعاقبك على الخطا اللي قمت فيه، واذا عملت عمل جيد يكون عندي امكانيه واضح لك متى انت بتتكافئ على هذا العمل. من الاشياء المهمه جدا كمان حتى ينجح النظام التنظيم الرسمي بحكينا تضييق نظام نطاق الاشراف. ايش بنعني في تضييق نطاق الاشراف؟ انه كل شخص، اذا الشخص اللي وضعته انا مدير مسؤول رئيس بغض النظر عن التسميه اللي انا بسميه اللي انا راح اسميه اياها، بما انه هذا الشخص مسؤول عن مجموعه افراد لازم نعم في تشويش بعرف من طالب. في حدا فاتح شيء عندكم؟ في صوت دكتور، في صوت مو واضح. خليني اسكر المايكس ولا اسكرها من عندي. طيب هلا نطاق الاشراف كمان مره نطلع عليه، راح التشويش؟ راح دكتور. طيب هلا راح دكتور. نقصد فيه نطاق الاشراف انه
ما يكون عندي شخص واحد بغض النظر عن شو تسميته، مدير، رئيس قسم او رئيس وردية مثلا اذا كنا بنشتغل بمصانع، عدد الاشخاص اللي بيكون مسؤول عنهم، كم عدد الاشخاص المسؤول عنهم؟ كل ما زاد عدد الاشخاص اللي ممكن نضعهم تحت مسؤولية شخص واحد، هذا ايش راح يعملنا؟ راح يعملنا مشاكل. المشاكل انه راح يصير عندي هذا الشخص ما راح يقدر يوزع عليهم الاعمال على مبدأ تكافؤ الفرص على الأقل، أو ما راح يقدر يأخذ منهم الأوتبوت أو المخرجات اللي راح يعملوا، ما راح يقدر يأخذها بالشكل الصحيح. لذلك دائما نطاق الإشراف مهم. لذلك بتشوف الدوائر مثلا، لما يكون في عندي دائرة معينة قسم معين، مفروض أنه ما يزيد عدد الأشخاص أو عدد الأشخاص يكون موجودين بين 3-7 أشخاص فقط الموجودين. أنت كم شخص تقدر تدير في داخل قسم معين؟ إذا كانوا ثلاث لسبع أشخاص إدارتهم بتكون سهلة، لكن كل ما زاد العدد وبلش العدد يصير عندي 20-15 أو 20 أو 30 شخص، هذا راح يعطيك عملية إدارتهم راح تكون صعبة، ومجال الخلافات بينهم راح يكون كمان كبير. واضح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، فهلا هون عندنا إيش بعطينا؟ بعطينا بعض الفوائد والعيوب للتنظيم. لا، قبل هيك في مقارنة. معطيني مقارنة بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي. واحد، التنظيم الرسمي بيكون ينتج عدد من الأهداف والمهام الرئيسية. أهداف التنظيم الرسمي تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية. أهداف الفرد هي تأدية الوظيفة، علاقات الفرد هي العلاقات الإدارية الرسمية للوظيفة، اتصالات تتم وفقا للتسلسل الهرمي. فلاحظ الشيء المشترك بالتنظيم الرسمي بين كل النقاط السابقة، أنه إيش دائما عندي؟ في عندي تحديد للمسؤولية، في عندي تحديد للمسؤولية، تحديد لما يمكن أن يقوم به الشخص كشخص، وتحديد لما يمكن أن يقوم به مجموعة من الأشخاص كوحدة إدارية. لكن السمة العامة بينهم دائماً أنه إيش عندي؟ في عندي شيء رسمي، في عندي قرار رسمي، في عندي تكليف رسمي، في كتب رسمية. بنطلع على التنظيم غير الرسمي. التنظيم غير الرسمي راح ينتج من تجمع الأفراد داخل المنظمة وعلاقتهم ببعضهم البعض. فلاحظ ما في نص أنه أنت مع مين تجتمع، أنت حر مين هم الأشخاص اللي أنت راح تختارهم أو الأشخاص اللي راح تتعامل معهم، طول ما هم هذول الأشخاص خارج نطاق العمل اللي أنت بتعمل فيه أو خارج نطاق الدائرة اللي أنت بتشتغل فيه. الهدف من التنظيم غير الرسمي بيحكي لنا إشباع حاجة كل فرد أو مجموعة أفراد في التنظيم. يعني ممكن إحنا يكون عندنا تنظيم داخل المؤسسة، ناس بتابعوا الرياضة، عندهم اهتمامات رياضية مشتركة، بشجعوا فريق معين. ممكن يكون مجموعة من الصبايا مثلاً عندهم إشباع حاجة. شو الحاجة اللي تكون عندهم؟ كلهم مهتمين بأنواع أزياء معينة أو دار أزياء معينة أو مصمم أزياء معين. هذا أنت لاحظ، عشان هيك خيارك أنت تختار مين اللي راح تتعامل معه. علاقة الفرد مع الآخرين هي علاقة اجتماعية بعيدة عن الرسمية. فإذا أنت بتلتزم لأي حدا بيكون التزام شخصي بعيد عن التزامك المهني أو التزامك لداخل الشركة. عملية الاتصال، الاتصالات تتم من خلال تأثيرات والنفوذ التي تقع تبعا لميزان العلاقات الاجتماعية. يعني بالنهاية ما في حدا مسؤول عن التنظيم الغير رسمي، مين اللي رح يصير مسؤول عنه؟ ما في نص أو قرار مين رح يكون مسؤول عن التنظيم غير رسمي، بس بالعادة مين بيصير مسؤول عن التنظيم غير الرسمي؟ الشخص نفسه أو الموظف نفسه. واحد من الموظفين، شو صفات هذا الموظف بيكون؟ علاقاتكم الاجتماعية العادية، عندكم أصحاب صح؟ هذا تنظيم غير رسمي. مين الصاحب اللي دائماً في حدا من الأصحاب بيكون زي كأنه قائد للمجموعة، مظبوط؟ مظبوط. صح. يعني بجوز 4 أو 5 أشخاص، لكن بالنهاية في واحد اللي بيقرر، مش بيقرر هو طبعاً لشخصيته طبعاً، بأخذ صفة القائد. إلها عنده حاكمية في الموضوع، عنده إدارة في الموضوع، زي هيك. عنده صفات مش موجودة ممكن تكون عند الآخرين، أو هو بأخذ على عاتقه متى تجتمع، وين تروحوا، وين تقرروا. أكثر واحد مكتوب يمكن.
كيف؟ عيدي كمان مرة ما سمعت. تمام؟ هذا اللي هو المقصود، هذا المقصود في تنظيم غير الرسمي. حدا بالنهاية في حدا راح يكون مسؤول عنه، لكن المسؤولية مش رسمية، شخص بقض على عاتقه، ممكن يكون عنده شخصية القائد، فهذا الشخص اللي بيصير قائد لهالمجموعة الغير رسمية الموجودة، هو اللي بيجمع الناس، هو اللي بيقرر ايش يعمل، او حدا بيكون عنده روح المبادرة، دائما عنده مبادرات للاشخاص. تفضل. ممكن يعني كمان بيعطي لكل واحد من المجموعة انه يحكي ويعطي اللي عنده، يعني يكون فاهم الكل، يفهم الكل بطرق بأبعد الحدود يعني. بس هو احنا لما نكون نحكي عن تنظيم رسمي احنا كلنا متساويين، مظبوط؟ ما فينا حدا مسؤول عن الثاني ولا فينا حدا احسن من الثاني، لكن في شخص بيكون عنده مبادرات اكثر من او بفكر باشياء احنا ما بنفكر فيها. هو هذا قائد المجموعة، هو يعني شوي شوي بيصير عبارة عن قائد للمجموعة، عشان هيك داخل المؤسسات دائما، اي مؤسسة بتطلع على في قائد للمؤسسة، اللي هو في قائد رسمي وفي قائد غير رسمي. اغلب المؤسسات بتشوف فيها حدا يكون هذا الحدا قائد، لكن قائد غير رسمي ما له منصب داخل المؤسسة، لكن ايش اللي بنحكي احنا بلغتنا العادية؟ يعني له مونة على كل الموظفين اللي موجودين. ممكن انه يصبح المدير العام كمان يعني بشكل اسرع. ممكن، لكن شركة بيكون لها مدير، لكن هذا الشخص بيكون موجود، الكل يحترم هذا الشخص، بيقدر هذا الشخص، بحل مشاكل كل الناس اللي موجودين داخل المؤسسة. مزبوط. مع انه مش مسؤول ولا عن حدا فيهم، ما عنده منصب رسمي. اغلب المؤسسات بتشوف فيها ناس زي هيك، بيكون حدا قديم بالمؤسسة يتصف بالحكمة، الناس بحبوه. صح. إذا كان في مشكلة الناس يعني بيكون مرشح من الأغلبية، حدا بيكون عبارة عن حدا مرشح الأغلبية أو اللي بتوافقوا عليه أغلب الناس دائما، إذا في مشكلة بروح حلوها عنده كمان. صح. طبعا هذا عبارة عن مدير، لكن بدون ما يكون محطوط عليه مدير، هذا مدير غير رسمي داخل المؤسسة بيكون. يعني إن شاء الله بحياتكم تشتغلوا بمؤسسات بيشتغل هسه، لما يصير يشتغل بيشوف هذا الحكي بعدين، انه يعني في ناس معينه بتصير تحكي انت وانت جاي جديد على المؤسسه، مين هو هذا الشخص اللي الناس بيرجعوا بالاول ما راح تحبه، بس الاول مش بتصير معك راح تحبه هذا الشخص، راح تشوف ان الناس ما حب حق. صح. ان شاء الله خير. الشخص اللي بيجي جديد بكون ولا حدا يطيقه. كيف؟ جديد بكون صارت شخصيته وما بكون حدا يطيقه. يس. هلا هنا في مقارنة راح أترك لكم إياها، مقارنة بين يعني نعطي زي الفوائد والعيوب للتنظيمات غير الرسمية. لاحظ إنه بعض العيوب اللي لها إذا نطلع على تنظيم غير رسمي، لأنه ما فينا حدا مسؤول عن الثاني، إذا تناقشنا بأي موضوع راح يأخذ معنا وقت طويل حتى نوصل لقرار. أحياناً هذا الشيء السيء جداً طبعاً بالتنظيمات غير الرسمية، بتكون مجال للإشاعات دائماً، والإشاعات بتنتقل بسرعة داخل المؤسسة. طبعاً لما يكون في إشاعات داخل المؤسسة معناته إنه الكل راح ينشغل فيها وينسى العمل الرسمي اللي بيقوم أو اللي هو موجود بسببه داخل المؤسسة، بننشغل بالإشاعات. أحياناً بيكون في التنظيمات الرسمية تؤثر سلباً على المؤسسة إذا كانوا الموظفين اتفقوا على أنهم ما ينجزوا عمل معين، أو اتفقوا أنهم بشكل عام كل الموظفين اللي داخل الشركة اتفقوا أنهم هم ممكن يتفقوا مع بعض وأنه كل واحد فيهم يشتغل بنص الطاقة اللي موجودة عنده. أحياناً بسبب يعني هذا واحد كمان من الأشياء، أنه ممكن بسبب العلاقات الشخصية أنه نبلش نعمل تستر على بعض الأخطاء، لأنه لي علاقة شخصية مع شخص معين في دائرة معينة، وهذا الشخص أنا مصنفه من الأصدقاء، بالتالي راح أتستر، راح يكون في عندي تستر على أي خطأ ممكن يكون فيه. مع أهمية يعني هاي العيوب الموجودة بدنا نتجنبها، لكن في فوائد عديدة لوجود التنظيم الرسمي زي ما حكي. دكتور هل إحنا بنقدر نتجنبها؟ يعني مثلا وجود سلم حوافز
صح، او وجود مثلا انه احقق المنافسه مثلا من خلال وجود الحوافز والدرجات واشياء مثل هيك، هاي بتخليني اقضي على ايش؟ وجود اي تكتل ممكن يؤذي الشركه. يعني سعاد، اهم نقطه من النقاط اللي اذا بدنا نحارب هذا الشيء لازم احنا دائما يكون عندنا كاداره هلا كتنظيم رسمي، كيف انا ممكن احارب هاي العيوب اذا كانت موجوده؟ في نقطه مهمه جدا دائما اني اكون انا كمدير رسمي، كمؤسسه رسميه ومدير رسمي، اكون واضح مع الموظفين الموجودين. كل ما كان انا بتواصل معهم بوضوح، كل ما كنت صادق في تعاملي كمدير رسمي، هذا راح يحط حد لكل العيوب الموجوده. فنقطه الصدق والتواصل الفعال من قبل المدير الرسمي مهمه جدا. لذلك ممكن نشوف في بعض المؤسسات مر علي نفس المدير الرسمي هو بيكون مدير غير رسمي. لما تشوف ان المدير عباره عن هو عباره عاده حاله واحد من الناس اللي موجودين داخل المؤسسه، ما في داعي تعمل شيء من وراه ساعتها. طيب ما راح نبلش فيهم هذول لانه مطوال، راح نوقف عندهم اللي هي مبادئ التنظيم الاداري. المبادئ نخليهم للمره القادمه ان شاء الله، للمره القادمه وننتهي من هذا ننتهي من هاي الوحده. فاذا نسيت حدا يذكرني وين وصلنا عند اللي هي السلايد شريحه رقم 16. مبادئ التنظيم الاداري رح نيجي، اسمعوني بوضوح هسه، كلكم معكم كتاب المادة؟ في حدا ما معه الكتاب؟ تمام، كلنا معانا. هلا إن كيس إنه ما معكش الكتاب، أعطيت لكم أنا على الواتساب بجروب صورة. شفتوها؟ دكتور. هاي صورة لحالة دراسية موجودة بالكتاب صفحة 105. هذا الكويز، هذا الكويز تبع اليوم. الكويز راح يفتح الساعة 7. تمام؟ وراح يكون معك تسلمه لحد الساعة 10، ثلاث ساعات عشان تشتغل فيه. ايش المطلوب مني من هذا الكويز؟ المطلوب منا بهذا الكويز جماعة، أول شيء تقرأ الحالة الدراسية الموجودة عندك. تقرأها تفهمها، بعدين مطلوب منك تجاوب على الثلاث أسئلة اللي موجودة بالكتاب، زائد في سؤال إضافي أنا حطيت لكم إياه. يعني مطلوب منا نجاوب على أربع أسئلة. هلا هاي حالة دراسية بتحكي لنا هاي الحالة عن ببساطة عن إنك أنت بتشتغل مدير لفرع لمؤسسة، وجود الكمبيوتر أو جهاز الحاسوب بشكل جزء مهم من العمل اللي انت بتقوم فيه. بحكي لك انه فجأة تعطل الجهاز اللي معك، فجأة تعطل الجهاز اللي موجود عندك بالفرع، وديت هذا الجهاز على الفحص، فحكوا لك انه هذا الجهاز لازم نبدل فيه قطعة، لازم نبدلها. القطعة بتكلف 100 دينار، وثمن الجهاز كله اذا بدكش تبدل القطعة تشتري جهاز جديد، الجهاز ثمنه 600 دينار. ممتاز. هلا بحكي لك صلاحياتك انت كمدير بهذا الفرع. بحكي لك بتقدر تتصرف بدون ما ترجع للسلطه المركزيه في عمان، انت بتشتغل بالعقبه، عشان سامحيني لك، وانت بفرع العقبه تقدر تتصرف بمبلغ 75 دينار بدون ما ترجع للاداره. اذا بدك تصلح شيء معك صلاحيه لحد 75 دينار، وسامحين لك هم كمان ايش، تشتري اي شيء بدك اياه لحد 650 دينار. بحكي لك اذا زاد قيمه التصليح عن 75 دينار او زاد قيمه الشيء اللي بدك تشتريه عن 650، لازم ترجع للاداره الرئيسيه وتاخذ موافقه. هلا عشان ناخذ الموافقه بحكي لنا انه بدنا اسبوع عشان ناخذ الموافقه. اذا تصرفت انت اي تصرف وصرفت اكثر من هاي المبالغ قبل ما تجيك الموافقه بتتعاقب طبعا. هلا بحكي لك انه اذا استنيت، شوف المشكلة اللي موجودة عندنا، أو هذا إلكم أنتم راح توضحوا إيش المشكلة. هلا بحكي لك إنه إذا أسبوع من إذا استنيت أسبوع عبين ما تاخذ قرار أو يجيك قرار من الإدارة الرئيسية إيش تعمل؟ خسائرك ممكن توصل 2000 دينار.
حلو، وضحت الكيس، الكيس الموجود عنه. يس هلا ايش المطلوب منك انت اول شيء هلا هون؟ بدك تحكي لنا شو البدائل التي يمكن ان ترجع اليها لحل المشكله، شو البدائل المتوفره لديك، وكل واحد من البدائل بدك تعملنا زي ما كنا نحكي المره الماضيه، شو الجوانب السلبيه والايجابيه لكل بديل، يعني زي كاني بدي اشوف مين هو البديل الافضل، والبديل اللي بحكي عنه انا افضل، ما في بديل بقدر احكي عنه افضل بدون ما يكون له عيوب، مظبوط؟ فبدك تشوف شو الحسنات والسيئات الموجوده، وبناء عليه بال 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 بالسؤال الثالث شو بحكي لنا انت كشخص، شو البديل اللي راح تختاره وليش اخترته؟ تمام؟ الفرع الرابع منه بحكي لنا شو انا بدي منك الخطوات، باي نموذج من نماذج اتخاذ القرار وضح لي الخطوات بشكل هيك بسيط، ايش الخطوات اللي اتبعتها؟ شو الخطوات اللي تعرفنا عليها؟ تعرفنا على 5 خطوات مظبوط؟ تحديد المشكله وجمع المعلومات البدائل، فانت بدك النقاط الموجوده كل نقطه تطبقها على الحاله الدراسيه الموجوده. تمام؟ تمام. واضح؟ تمام دكتور تمام. للساعة 10 معنا دكتور؟ معكم للساعة 10، فتحت لكم إياه الساعة 7، هي أنا شرحت لكم إياه وهيه موجود. فتحته على 7 عشان مبدأ تكافؤ الفرص، إنه في ناس عنده محاضرة بعد هاي المحاضرة. ما حدا يحكي إنه فتحته في ناس اشتغلوا عليه قبل بساعة، بس هيني كلكم شرحت لكم إياه. فهلا اللي ما عنده محاضرة يبلش يشتغل فيه، اللي عنده محاضرة بستنى محاضرته، فهيك على الأقل فاهم شو مطلوب منك، معك 3 ساعات عشان تجاوب. شكرا لك دكتور. أي استفسار؟ لا شكرا دكتور، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. نراكم إن شاء الله المرة القادمة. إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. دكتور التسليم على الموقع صح؟ على الموقع، هي موجود عندك زي المرة القادمة، تسلم على الموقع. شكرا لك دكتور.